كتاب أنا كنت ذكرته من حوالي أسبوعين، عنوانه The Decisive Decade، العقد الحاسم، والعنوان الثانوي لي America's Grand Strategy for Triumph Over China، يعني الاستراتيجية الأمريكية الكبرى للانتصار على الصين. ولكن أنا لو أنا عايز أترجمها للغة العربية أو للغتنا إحنا، الصين وروسيا لنا والمريخ إن أمكنه. الشخص اللي كاتب هذا الكتاب هو مش بس داخل المطبخ أو صناعة السياسات في أمريكا، لا، ده هو واحد شخص رئيسي يعمل في هيئة رئيسية لصناعة السياسات في أمريكا، اسمه جوناثان وورد. جوناثان وورد عامل لنفسه شركة أو مؤسسة مسميها أطلس أورجانيزيشن. هذه الأطلس أورجانيزيشن هي شركة أو هيئة ليس لها أي نشاط إلا شيء واحد فقط لا غير، تقديم خدمات استراتيجية أو يعني استشارات استراتيجية تحديدا حول الصين. هو عنده شركته الخاصة اللي هي أطلس أورجانيزيشن، ولكن هو كمان بيعمل، هو أحد الباحثين في CNAS، CNAS Center for a New American Security. CNAS موضوع مهم جدا نبقى عارفينه، ده احنا بنتكلم عن السياسة الأمريكية وكيف تصاغ. هذا المركز هو bipartisan، يعني غير حزبي، يفتخر ببعض خريجيه أو اللي بيشتغلوا فيه. جوناثان وورد فكرته هو كدارس للتاريخ الحديث بيقول أكبر خطأ عملته أوروبا كان في مطلع القرن العشرين، إنها ظنت أن هناك توازن للقوى يستحيل معه قيام أي حرب ما بين ألمانيا مثلا وفرنسا أو ألمانيا وإنجلترا، قالوا أنه مستحيل. وطلع كتاب مهم جدا في العلوم السياسية في 1909 قال السلام الدائم، ما كملش بعدها 5 سنين وقامت الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها الحرب العالمية الثانية. فهو بيذكر من الخطورة بمكان إنك تطمن لحاجة، هو دي فكرته، إنك تطمئن لفكرة إن سلام ممكن يبقى قاعد موجود ودائم بسبب توازد القوة. فبيقول فكرة سيئة زي فكرة إنه أمريكا والصين اقتصادهم معتمد على بعض، لا يمكن هتقوم حرب. بيقول الكلام ده مش مظبوط على الإطلاق. إمتى لازم نوقف الكلام ده؟ لازم نوقفه فورا، على عاتق من تقع هذه المسؤولية؟ على عاتق الجميع. الضرر اللي هيحصل، القاتل اللي هيحصل، هيحصل لرجال الأعمال، للشركات، للبورصة، القوة العسكرية، للمصانع، القاعدة، قاعدة الصناعية. فلذلك الحل الوحيد لها هو يجب فورا العمل على كافة الأصعدة، على شل الصين، وفي نفس الوقت العدو الأصغر اللي هو روسيا. طبعا هو بيقول أصغر، ده ممكن يكون ده الخلاف ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. ديمقراطس هم شايفين طبعا العدو الرئيسي هو روسيا، واللي جوه بعد كده كل ده تقليد اللي هو الصين والكلام ده. ولكن مهم، هو شايف انه الاثنين يجب ان يتم الهيمنة التامة عليهم. الهدف الحقيقي هو مش تدمير الصين، هو الهدف الحقيقي هو تحرير الصين. هم يعني ده اللغة المستخدمة في أروقة واشنطن، تحرير الصين من نير الحزب الشيوعي الصيني. فهي الفكرة كلها انه لازم القضاء على الحزب الشيوعي، خلع الحزب الشيوعي من الصورة، وإعادة الصين إلى ديمقراطية الأعراق الخمسة، إنها تبقى جمهورية عرقية. بنشوف صيغ كتير من فكرة الديمقراطيات العرقية، شفناها ولسه موجودة إلى اليوم في العراق، عرقية وطائفية، جزء إقليم للأكراد وإقليم للعرب وإقليم للشيعة وإقليم للسنة. كل دي أفلام أمريكية حلوة، أو دي أفلام عليها تريد مارك لريتشارد أرميتاج. وقبل ريتشارد أرميتاج كان فيه لورنس إيجلبرجر. لورنس إيجلبرجر كان الزعيم الكبير بتاع موضوع الطائفية. دول الناس اللي انت ما بتشوفهمش في الأخبار، دول الناس اللي بيصنعوا السياسات الحقيقية، مش المناظر السياسية اللي بتطلع تتنطط قدام الشاشات. صاحبنا جوناثان وورد هو بيقول انه عنده كذا حاجة يحرص على انه لازم يتم تنفيذها. اول حاجة انه لازم يكون في احتواء للصين، وبصفة عامة في قاعدة ذهبية هو بيقول ان لازم على طول يكون اهم قاعدة ان امريكا دولة قوية في مختلف المجالات، لذلك هدفها الرئيسي دايما حين تلاقي عدو هو انهاك هذا العدو. الكلمة الرئيسية المفتاحية هي الانهاك. الانهاك انه على طول ما تخليوش يقعد يستريح، على طول باستمرار اخلق عقبات جديدة تخليهم على طول بيفكروا ازاي يتلافوا هذه العقبات. الانهاك ده محور رئيسي، نقطة مهمة جدا، وانه لازم يفضلوا دايما تشعر الخصم، هنا بيتكلم تحديدا عن الصين، انه دائما تحت الحصار، حصار العقوبات، حصار ان في قواعد
عسكرية كتير حواليه، حصار القطع البحرية الأمريكية حواليه، فتش على مخانق تخنق العدو إزاي. فهو بيقول أنه من ضمن الحاجات الرئيسية الصين دولة معتمدة على أنه أكتر من 80% من احتياجاتها من النفط وليس الغاز. هو بيتكلم عن ان الغاز بيجي دلوقتي عن طريق جزء كبير منه بيجي عن طريق انابيب مباشره من روسيا، ودي هو نفسه بيقول ان ليها حل في موضع تاني. بالنسبه للنفط للنفط اللي جاي من الخليج بيفوت معظمه بيفوت من مضيقين، مضيق ملقا، وملقا ده مضيق طوله 500 ميل يعني 800 كيلومتر. هذا المضيق بيقول وعرضه 40 كيلومتر. بسهولة قطعتين بحريتين انت ممكن تفرض حصار وتضفي على هذا الحصار شرعية دولية. اسمع ذلك جيدة، انت بتفكر في الفكرة وبعد كده بتشرعنها دوليا، فيتحط في مضيق قطعتين بحريتين يقفلوا مضيق ملقا. ونفس الحكاية بيقولها بس ثانوية، حطها على هرمز. اعتقد السبب انه قال هرمز ثانيا رغم ان هرمز هي الاقرب الى مصدر النفط، هو غالبا ولم يذكر ذلك، هو مدرك صعوبة ذلك خصوصا مع بزوغ قوى الايرانية. فده هو واحد ده بيتكلم عليها، بيقول الصين عندها نقطتين ضعف كبار جدا. نمرة واحد نقص النفط، ده نمرة واحد. نمرة اتنين نقص الغذاء. الصين محتاجة باستمرار سنويا لاستيراد ما يقدر قيمته بمئة بليون 100 مليار دولار سلع غذائية سنويا. فبيقول دي بتسهل كمان جدا انه بحظر بسيط يمكن ترويض الصين. الصناعة العسكرية، بيقول الصناعة العسكرية الصينية تعتمد كثيرا على سرقات تكنولوجية من أمريكا، وده بسهولة يمكن خنقها. بيقولوا نفس الشيء، ثقل الأمريكا أقوى بكتير في مواجهة روسيا. روسيا كلها قايمة على تكنولوجيا عسكرية كلاسيكية قديمة. خد مثال الدبابات، الدبابات كلها بتنتج من مصنع واحد، هذا المصنع لو حصل فيه مشكلة توقف إنتاج الدبابات. روسيا كلها تنتج 120 صاروخ في السنة، باليستي في السنة. بسهولة جدا يمكن إيقاف ذلك أو تعويق إنتاج الصواريخ البالستية. من ناحية أخرى البيئة، استخدم سلاح البيئة لمكافحة خصومك، وقول إن هم بيلوثوا البيئة. الديموغرافيا سلاح هائل، ألا وهو إنه حاليا الشعب الصيني وطبعا الشعب الروسي كمان أكثر فداحة بيشيخ بسرعة. دلوقتي الصينيين بطلوا ينجبوا أعداد كبيرة، وبالذات بسبب حكاية سياسة الطفل الواحد والكلام ده كله، الصين بتشيخ، ونتيجة لذلك مفيش عمالة، فهيجيبوا منين العمالة بعد كده؟ هذه هي النقاط الرئيسية اللي بيذكرها، وبيذكر أنه لازم فورا يتم العمل عليها. وبعدين لحماية البورصة في نيويورك، بيقول يجب على الشركات كلها خصوصا شركات الخدمات المالية أنها توقف تماما أي ضخ للأموال للاستثمار في الصين. الحبل السري للاستثمار في الصين هو أموال أمريكية، أموال أصحاب المعاشات الأمريكية، صناديق المعاشات الأمريكية بتحط فلوس كتير تستثمرها في شركات زي بلاكستون وإلى حد ما بلاك روك، ولكن بلاكستون أكتر من بلاك روك. فبيقول بالنسبة لدول اللي بيدوا فلوس للاستثمار في تكنولوجيات جديدة ويدخلوا في حاجات زي artificial intelligence الذكاء الاصطناعي عشان ينافسوا بأمريكا، فبيقول يجب ألا نرضى ولا نسمح بذلك على الإطلاق، ويجب أن تكون هناك بعض العقوبات الرادعة للشركات الأمريكية المخالفة لذلك. ده الفكر اللي موجود في سيناس، وزي ما قلت لكم دول مش مجموعة ناس قاعدين think tank، ناس بتفكر من المدرجات وبيشجعوا، لا ده دول باب دوار، يعني باب زجاجي دوار، يدخل واحد فيهم يخدم لمدة 3-4 سنين ويخرج يدخل واحد تاني من نفس المركز يمسك نفس المنصب. ضغط أمريكا لما بتدخل مهتمة بموضوع بتتغلغل في كل كافة أوجهه، ليس فقط عسكريا بل اجتماعيا واقتصاديا وكل ودينيا وكل شيء. احنا شفنا، بقول لكم انه كولين كال 28 يوليو اعلنوا انه خلاص ماشي سايب المنصب بتاعه اللي هو نائب وزير الدفاع وكيل وزير الدفاع للسياسات، وهيمسك بداله واحد تاني برضو مصيبة مسيحة اكتر منه، اسمه ديريك بوشي. ديريك بوشي لطيف جدا، ده من قبل ما يتعين وخد اكبر وسام في جمهورية لاتفيا. لاتفيا احنا عارفين هي اكتر جمهورية من جمهوريات البلطيق معادية لروسيا، بل انه تسرب مؤخرا الاسبوع الماضي تسربت خطط لاتفيا. لاتفيا اللي عدد سكانها مش فاكر 2 مليون حاطة خطط لاحتلال روسيا. لاتفيا عايزة تحتل روسيا، هذه هي العقلية
اللي بتتعامل، ولا ما نقدرش نلوم أمريكا على ذلك، إنها بتفكر كل دولة بتفكر إزاي تحصل على أكبر قدر ممكن من المزايا لما لديها من قوة، وإنها تفرض آرائها وتفرض عملائها ليحكموا أكبر قدر ممكن من الأراضي على الخريطة العالمية. أمثال الدول العربية على سبيل المثال. كتاب كبير وممكن أقعد يستاهل إنه حد يقعد يغوص فيه، يعني لو عايزين ممكن نعمل الكلام ده، ممكن أسيبه لحد تاني يحب يعمل الكلام ده. أنا عارف مثلا الصديق علي الشخانة هو بيحب جدا هو يمسك كتاب، وكتب بتبقى قيمة جدا حقيقة، ويمسكها ويقعد يعمل عليها 30 حلقة مثلا لاستعراض الفكر اللي موجود في هذا الكتاب. هذا ما كنت أريد أن أقوله بالنسبة لهذا المركز، وإحنا لسه ما شفناش هذا المركز بيعمل شيء في العالم العربي أو شيء إحنا نعرفه في العالم العربي إلى الآن.